قيل عنها إنها ثورة تحررية عظيمة، وقيل إنها مجرد حركة انقلابية عسكرية، وقيل إنها مسك ختام وطني لعقود من الحراك الشعبي والجماهيري في العراق من أجل الحرية والازدهار بل والتقدم بمفاهيم ذلك الزمان، وقيل إنها ثورة وانحرفت، وقيل إنها فتحت باب الجحيم على العراقيين، وقيل إنها مثلت التاريخ الحقيقي للعراق المعاصر، وقيل وقيل وقيل. ولكن ماذا جرى في ذلك اليوم؟ في صباح يوم 14 من يوليو تموز عام 1958 استيقظ الملك على أصوات طلقات نارية. سارع عبد الإله لفتح المذياع لسماع البيان الأول للحركة، وصوت عبد السلام عارف كالرعد يشق مسامعه. ومع مرور الوقت سريعا بدأت تتوالى بيانات الثورة وتردد أسماء الضباط المساهمين بالحركة. أعلن الملك استسلامه وطلب منه الخروج مع من معه. وبعد تجمع الأسرة في باحة صغيرة في الحديقة فتح النار عبد الستار سبع العبوسي من دون أي أوامر، وقد أصاب الملك برصاصتين في رأسه ورقبته، وأصيب الأمير عبد الإله في ظهره، ثم لقي حتفه هو الآخر، وتوفيت على الفور الملكة نفيسة والأميرة عبدية، وجرحت الأميرة هيام. يروي البعض ممن كان حاضرا في تلك الفاجعة المؤلمة أن الملك فيصل الثاني حمل المصحف الكريم فوق رأسه والراية البيضاء بيده، وخرج ليسلم نفسه بطريقة سلمية حفاظا على عائلته. ولكن حدث ما حدث، حيث قتل في ذلك الصباح ودفن فيما بعد في المقبرة الملكية في الأعظمية مع أمه وأبيه وجده وجدته. جثة الأمير عبد الإله تم سحلها ثم تعليقها على باب وزارة الدفاع في المكان نفسه الذي أصدر أوامره بإعدام ضباط ثورة رشيد علي باشا الجيلاني عام 1941. وهكذا أنهت أحداث صباح يوم 14 من تموز عام 58 العهد الملكي في العراق. بأي ذنب قتلوا؟